المباراة كانت صعيبة بزاف، حنا عارفين بأن القوة ديال الكوت ديفوار فيزيكمون كانوا عندهم مستوى عالي بزاف، و نقول لك بأن الدراري عطاو اللي عندهم كامل، و فتعادلنا 0-0 والجروب مازال مفتوح إن شاء الله. باقي الأمل، خصنا نكونوا شجاع، ماشي تعادلنا مع الكوت ديفوار صافي، مازال الماتشات، و الكابون تعادلت مع مالي 0-0، حنا كنفكروا في الطريق ديالنا إن شاء الله، الماتش الجاي خصنا نربحوا هادشي اللي كاين.